بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيديت عندنا كانت بتعمل آد، عايزين بقى تعرف تحس بقى إذا كانت آد تشتغل آد، إذا كانت أبديت تشتغل أبديت. هرجع بقى على الكود بتاع الكاستمر في ام فيو موديل. احنا كنا عاملين الكود بتاع البوست اللي هو بيعمل إضافة بس. الطريقة بقى اللي خدناها في الإيجاكس الجديدة هتساعدنا في إن احنا نغير بقى الفكر ببساطة جدا. كل اللي فوق ده تمام، من اول بقى البوست بتاعت الايجكس دي كلها لغايه اخرها انا عايز ادلتها. هشتغل بالاسلوب اللي هو عملناه في الريموف انتري اللي هي بكل الايجكس وببعت كل حاجه از بارامترز عشان اتحكم اذا كان اليو ار ال هيتغير، اذا كان التايب ديليت وهيبقى بوست وبوت هيبقى كذا هيبقى كذا، نقدر نتحكم في الكلام ده كله. فاخدت كوبي من الايجكس كول دي، وبدل ما ارمي لكم اخلي الكود، بدل ما ارمي لكم الكود القديم هكومنته بس. هنا التايب هيبقى بوست، وطبعا الداتا اللي ما بتبعدش هاخدها من تحت بقى الداتا القديمه اللي هي كانتري بس، عشان لما اجي اد كان بيحتاج مني كانتري فقط، صح؟ طيب وفي السكسس هعمل ريفريش وبس، مش هقفل بقى الموديل، لا انا هعمل زي ما كنت بعمل زمان، كنت بطلع مسج. تمام، بطلع مسج واعمل ريفريش مش مشكله. طيب وفي الريموف كما انا مفيش مشكله، او اخد نفس المسج بدل المسج بتاعت الريموف دي مسج، وكنت بقول له ده سيفد ومش عارف ايه، والكود القديم خلاص كده ظبطته بقى ده الشكل الجديد، والشكل القديم اهو واحنا بنعمل اضافه. تمام، طبعا بعمل بوريك الشكلين ليه عشان تتعلم، تخش على الانترنت بتدور بتشوف ناس بتحل حاجات بتاع، فما تشوف حاجه تبقى فاهم دي وفاهم دي وشفت دي وشفت دي، عشان حتى ما حد يسولف بروبلم او حاجه قدامك تبقى انت فاهم ان في كده وفي كده. على العموم انا بس ما عملتش اي حاجه غير ان انا عملت بس تغيير الشكل الجديد عشان اوريك الشكل الجديد شغال برضو بياد ولا لا بس. تمام، وبعد كده اد عليه فكره الايديت. لو قلت مثلا ليبيا والسيف بتضاف عادي جدا وزي الفل، قلت له حلو جدا تمام جدا، انا عايز بقى اشتغل على مين؟ على الايديت. قلت له بص الايديت بالنسبه لليو ار ال، عندي اليو ار ال هيختلف، خلاص سيبك من الكانتري والنوتس، انا عايز كمان الكانتري اي دي عشان اعرف انا في لو في الايديت يبقى اكيد هيبقى معايا كانتري اي دي. فاروح بنفس الطريقه اجيب بالاي دي سيلكتور اللي اسمه كانتري اندرسكور اي دي دوت فال، فاجيب القيمه اللي موجوده على الفورم بتاعت الايديت المخفيه، وعايز برضو الاوبريشن تايب اجيبه برضو من على الفورم عشان اعرف انا كنت هعمل ايديت ولا هعمل اد. فسميتها مثلا اوب تايب، وهينادي على الفورم اوبريشن تايب اللي انا هجيب منه هعرف انا كنت بعمل اد ولا بعمل ابديت. حلو، واليو ار ال هو المين يو ار ال، مفيش عندنا مشكله. كنت بجيب بقى من الاكشن بتاع الفورم وتقول لا لا الكلام ده خلاص اتلغى، انا بسويتش على اكتر من يو ار من يو ار ال، فمش هاخده من الايه من الفورم. امال هعمل ايه؟ هكتب سلاش كانتري كاستمرز، ودي ثابته في الابديت وفي الاد، فثبتها مع اليو ار ال بقى الاب الاي بي اي مين يو ار ال ثابته معاها الكانتري كاستمرز. وقلت اليو ار اللي بزود لي عليه ايه؟ على حسب الاوب تايب، حسب الريشن تايب. لو كان ايكوال ايكوال اد في الحاله دي هديله ايه؟ هديله قيمه، هديله قيم بقيه الاستكمال اللي عمل بتاع اليو ار ال، اللي هو عباره عن ايه بقى؟ كنا لما نيجي بناد طبعا ده كان لغايه سلاش، يعني واخد لوكال هوست مش عارف ايه 3 4 3 سلاش اسم السيرفر، وبعدين اعمل كانتري كاستمر وازود السلاش عشان ابدا من بعد على طول. لو انا بعمل اد فاقول له ايه؟ كانتري كرييت، ده كان اللي كان الاي بي اي اللي احنا كنا عاملينه كان كده كولون، يعني لو ما كانش اد يبقى ايديت بقى. طالما ايديت هعمل ايه؟ يبقى لازم بعد كلمه كانتري كاستمرز سلاش ابعت الكانتري اي دي وسلاش وكلمه ابديت، هو بقى هيسويتش بقى على حسب الاوبت تايب. تمام كده، يبقى كده اليو ار ال بتاعي بيتكون بتاع الاي بي اي بيزد على الايه الاوبريشن تايب. وادي اليو ار ال كده بقى بياخد مني بعد ما ظبطت، فهو بياخد بقى على حسب اليو ار ال اللي موجود. تمام، بس خد بالك لو كانت اد هياخد بقى الحته دي، لو كانت ابديت هياخد الحته الثانيه.
طب هي بوست؟ قلت له لا مش بوست برضو، على حسب الاوبت تايب. لو كان اد يبقى القيمه اللي هترجع كلمه بوست، إلس يبقى هترجع كلمه بوت. وبكده انا شغلت التايب برضو شغال معايا بيسويتش مره على بوست ومره على بوت على حسب. طب والداتا لازم ابعت الاندرسكور اي دي اللي هي جايه من الفاريبل اللي اسمه كانتري اندرسكور اي دي، وابعت الكانتري. واحد يجي يقول لي بس انا وفي الاد الاي دي مالوش لازمه وما ينفعش ابعته، هقول لك مش هيخسر لان الاي بي اي بتدور في الاد على الكانتري نيم بس وبتتلاشى الكانتري اي دي، فما فيهاش مشكله. خلاص معلش انا بدوس سيف بس فالسكرول بيتحرك. تعال ندوس اد كانتري، عملت السودان مثلا ودوست اد فبتتاد مفيش مشكله، وقال لي كانتري كرييتد سكسسفولي. تعال بقى على البلد الثانيه مثلا على ايجيبت، قمت كاتب مثلا Arabic Republic of Egypt مثلا ولا مش عارف، ماشي تلو سيف دوس كلوز. موجوده اهي وحصل ريفرش اوتوماتيك واليو اي بتاعتي تمام وسموث وكل الدنيا تمام، وحصل عمليه الايه الابديت. ونشوف الفيديو الجاي ان شاء الله نستكمل.